أعزائي طلبة وطلبات الصف الأول إعدادي مناهج إنجليش إن ماين 2، معكم مستر أحمد فوزي، والنهاردة معدنا مع يونت 12 بتتكلم على ميوزك ميكرز. زي ما تعودنا طبعا هنبدأ بالفوكاب، الكلمات المهمة الموجودة على اليونت، ونشرح مع بعضين الجرامر، استاد القواعد، ونحل مع بعضين اكسرسايزز تشوز وريرايت. يونت 12 بتتكلم عن ميوزك ميكرز اللي هم طبعا يعني صانع الموسيقى. نشوف مع بعضينا كده الفوكاب، الكلمات المهمة الموجودة على اليونت. ميوزيشن يعني موسيقار، كومبيتيشن يعني مسابقة، كلاسيكال ميوزك يعني موسيقى كلاسيكية، سنسيشنال يعني ذات حس مرهف، تكست مسجنج يعني يرسل رسائل قصيرة، انترستس يعني اهتمامات، فيولين آلة الكمان أو الكمانجا، فيولينست يعني عازفة الكمان أو عازف كمان، كونسرتس يعني حفلات موسيقية، سبيشال يعني متميز أو خاص، انسترومنت يعني آلة موسيقية، ناتشورال بلاير يعني عازف عزف بالفطرة. بعض أنواع الموسيقى التايبس اوف ميوزك زي الكانتري، كانتري يعني موسيقى الغرب، ريجي، ريجي هنا يعني موسيقى أمريكا الجنوبية، جاز موسيقى الجاز، لايف ميوزك يعني موسيقى حية، ان ألبوم يعني ألبوم أغاني، هاي فاي معناها طبعا جهاز ستيريو، فولك اللي هي الموسيقى الشعبية، هيفي ميتال اللي هي موسيقى آلات نحاسية، كلاسيكال يعني موسيقى كلاسيكية، ريكوردد ميوزك يعني موسيقى مسجلة، أسينجل يعني أغنية واحدة، بيرسونال ستيريو يعني كاسة شخص صغير. ودي طبعا هي أنواع التايبس اوف انسترومنت، طبعا آلات موسيقية، كيبورد اهو، الكتريك جيتار، ساكسفون، فيولين، كلارينت، بيانو، فلوت، سينسيستر، سينسيسر، ترومبيت، درامز. نشوف مع بعضينا بقى الكلمات. ديكيت طبعا دي عبارة عن عقد أو حقبة زمنية بتتكون من 10 سنوات، بنختصرها طبعا بإس فقط. popular يعني شائع ومشهور، electronic يعني إلكتروني، boy band فرقة أولاد، هيت يعني أغنية ناجحة، فان معجب أو مشجع، lyrics يعني كلمات الأغنية، headphones يعني سماعات رأس، musician موسيقار، practice يعني تدرب أو يتمرن، rock roll موسيقى الروك ان رول، تكنو موسيقى التكنولوجية، روك ميوزك موسيقى الروك، راب اللي هي موسيقى ايه الراب. نبدأ كده مع بعضين كده الفوكاب براكتس. نمبر 1 بيقول لي choose the correct words. نمبر 1 بيقول لي have you heard Sami Yusuf's new all its songs are great. طبعا هنا بيقصد طبعا الالبوم بتاع مين؟ سامي يوسف او الاغاني بتاعته. فبنقول له طبعا نيو البوم، نيو هنا ايه البوم. For question number 2, I want to play the but my parents say they are too noisy. طبعا هو نفسه يلعب لعبة ويتدرب على آلة موسيقية، بس طبعا باباه ومامته بيقولوا له إن هي إيه نويزي. فهي طبعا هنا اللي هي الدرام، درامز هنا طبعا اللي هي إيه الطبلة. في question number 3, أصالة has got a great, she is my favorite singer. طبعا أصالة ديت ايه بالنسبة له؟ هو طبعا صوتها جميل، فبيقول ان هي she has for she is my favorite singer. طبعا هنا هنختار ايه voice، voice هنا يعني صوت. في question number 4, music is the music played in a concert while people are listening to it. ودي طبعا موسيقى اللي بيسمعوها الناس، اوكي، ودي بتتعزف في حفلة موسيقية، ودي بيسموها اللايف ميوزك. لايف ايه ميوزك يعني ايه موسيقى حية. question number 5, is one song on a CD or a cassette. طبعا دي بيسموها عبارة عن أغنية على CD أو على كاسيت، أغنية واحدة ويسموها single. في question number 6, I never buy, I think they are too expensive for just one song. يعني هو طبعا بيعتبرها ان هي غالية جدا على اغنية واحدة. طبعا هنا اسمها ايه اللي هي singles. singles.
Your question number 7. A is a string musical instrument. هي آلة موسيقية طبعا بأوتار، ودي طبعا اللي هي ايه الفيولين. فيولين هنا اللي هي آلة الكمان أو الكمانجة. Question number 8. My parents are going to buy a new yes for our living room. هيشتروا ايه طبعا؟ هيشتروا هنا هاي فاي. هاي فاي يعني جهازي استيريو. في نمبر 9. A is played by blowing air into it to make a sound. الآلة الموسيقية طبعا اللي بتستخدم في النفخ يعني اللي هي طبعا ايه الفلوت. فلوت هنا يعني ايه؟ يعني ناي. في question number 10. I like listening to music. It's great to see the bands while they are playing their music. طبعا ودي بيسموها طبعا الموسيقى الحية. موسيقى ايه؟ حية، لأنه بيتفرج عليها لايف. في question number 11. A is played by hitting on it. آلة موسيقية طبعا بتتعزف لما يضرب عليها، ودي بتكون طبعا الدرامز. درامز هنا يعني ايه؟ اللي هي الطبلة. في question number 13 12. A is person who plays a musical instrument or writes music. ده الشخص طبعا اللي بيعزف موسيقى او بيكتبها، وده يسموه musician اللي هو ايه موسيقار. في question number 13 are the words of songs. كلمات الاغنية، ودي بيسموها lyrics. lyrics يعني كلمات ايه الاغنية. في question number 14 Amy is a big music. She loves all singers. Yeah, طبعا هي music ايه؟ music fan. fan هنا يعني مشجع. مشجع ليه؟ للأغاني. Question number 15. A is a song or a piece of music which everyone likes. قطعة من الموسيقى كل واحد بيحبها، ودي بيسموها طبعا yes. سموها طبعا ايه؟ hit. Question number هيت طبعا يعني الأكثر نجاحا. Number 16. My music teacher is angry because I don't the piano enough. طبعا هو مدرس الموسيقى غضبان منه لأن هو don't practice. Don't practice يعني ما تدربش كويس. Question number 17. I like concerts because live music is better than yes music. طبعا live music أحسن من recorded music اللي هي الموسيقى ايه متسجلة أو مسجلة. في question number 18. What kind of do you enjoy most? طب what kind of إيه؟ What kind of music؟ إيه نوع الموسيقى؟ في question number 19. I'd like to learn how to play the guitar. طبعا هنا اسمه electric guitar. electric إيه؟ guitar. في question number 20. The 1950s طبعا دي فترة زمنية اهو ديكيد. was that rock and roll really started in the USA. ودي طبعا هنا ديكيد. ديكيد يعني حقبة زمنية. The 70s were the period of the first produced disco music. طبعا ليه هنختار هنا ايه electrically. Question number 22. The Beatles were the most panned in the 1960s. طبعا هنا هنختار طبعا هنا ايه اللي هي popular. popular هنا يعني شائع او شعبي او محبوب. اوكي يبقى the most popular. the most ايه popular. The question number 23. I love music. I think it's more sensational than any other type. طبعا انا بحب الموسيقى الكلاسيك. يعني بحب الموسيقى الكلاسيكية لان هي طبعا احسن موسيقى بالنسبة له. yes. طبعا هنختار هنا كلاسيكال. كلاسيكال ميوزك. في question number 24. Heavy metal is a type of نوع من أنواع من الانسترومنتس اللي هي الآلات الموسيقية.
أو أفضل طبعا من أنواع الموسيقى هي heavy metal kind of music. في question number 25 there is a type of electronic instrument هو نوع طبعا من الموسيقى الإلكترونية وده بيكون طبعا yes electric guitar electric guitar. في question number 26 I always listen to music on my طبعا بيستمع إلى الموسيقى on my on my headphones on my headphones. Question number 27 music is very popular in the southern and western USA ودي طبعا بيسموها الموسيقى الكونتري music country. في question number 28 حكيم is a famous حكيم طبعا ده folk musician موسيقار طبعا شعبي. في question number 29 heavy metal was first in Britain طبعا هنا أول حاجة اتوجدت فين في Britain يبقى هنا blade اتعزفت فين في Britain بريطانيا. في question number 30 Jennifer Pike plays music she is excellent at playing her violin yes هنقول طبعا هنا كلاسيكال كلاسيكال ميوزك. في نمبر 31 music is most popular in South America طبعا الموسيقى مشهورة جدا في جنوب أمريكا yes دي طبعا الريجي ريجي هنا نوع من أنواع الموسيقى اللي هي بيسمعها فين في أمريكا الجنوبية. 32 I love the first song on Handshaker's latest album latest album يعني الألبوم الأخيري بتاعه. في نمبر 33 Oh no I left my on the bus this morning طبعا هو ترك ترك ال personal stereo ال personal stereo. اوكي ده بالنسبة طبعا الحاجات اللي كانت فين على الفوكاب. بالنسبة للجرامر ستادي بتاع يونت 12 بيتكلم على present perfect continuous طبعا بيتكون طبعا present perfect continuous من have او has plus been plus verb plus ing اي زمن طبعا احنا بناخده بيتكون من جملة مثبتة affirmative اوكي والجملة لو كانت من affirmative بتتكون من السبجكت الفعل بلس هاف او هاز بين بلس الفيرب اي ان جي زي لما اقول شي هاز بين وركينج اول داي واي زمن طبعا بيبقى ليه نيجاتيف نيجاتيف هنا جملة منفية طبعا والسبجكت هنا بنبدأ بيه وبعد كده هافنت او هازنت بين بلس الفيرب بلس اي ان جي زي لما اقول ذا كات السك بيكاز شي هازنت بين فيدينج ات. بعد كده طبعا اي زمن بيتكون من جملة استفهامية يا يعني اما هي طبعا بكلمة استفهام او سؤال بمين بهل طبعا لو هنسأل بسؤال بكلمة استفهام بنحط question word بعد كده have او has وبعد كده subject الفعل وبعد كده been plus verb plus ing زي لما اقول how long have you been waiting يعني انت بقالك قد ايه مستني او منتظر وهنا طبعا هنا لو هنسأل سؤال بهل بنحط have او has الاول وبعد كده السبجكت الفعل وبعد كده بين وبعد كده الفيرب بلس اي ان جي ودي كلها اسئله يس ونو زي بقول هاف زي بين واتشينج تي في اول داي. طيب تعال نشوف اليوز ايج بتاع الزمن بريزنت بيرفكت كونتينوس احنا بنستخدمه امتى قال لك تو توك اباوت ان اكشن ويتش ستارتد ان ذا باست هو الحدث بدا في الماضي اند از ستيل جوينج اون ناو ما زال مستمر حتى الان. لما اقول I have been waiting for 2 hours يعني دلوقتي مستني ادي لي ساعتين معناها كده I started waiting 2 hours يعني انا من ساعتين فاتوا انا بدأت انتظر and I'm still waiting وانا برضو مازال برضو منتظر يعني. الحاجة التانية قال لي to talk about لما يكون بيتكلم عن yes an action that has stopped and have a result in the present يعني هو
الحدث خلص وانتهى، لكن طبعا مازال لي تأثير result in the present، النتيجة في الوقت الحاضر. لما تقول I'm tired، أنا دلوقتي تعبان، because I have been working hard، لأن أنا كنت شغال بجد. She's wet، هي مبللة، because or sorry he is wet because he has been washing his car، لأن هو كان بيغسل السيارة بتاعته. الحاجة اللي بعد كده طبعا اللي هي question number 2، قال لي talk about actions started in the past and continue to the present but not at the time of speaking، هي كانت حدثت في الماضي لكن برضو مستمرة معك في الوقت الحاضر، لكن مش حتى لحظة الكلام. زي لما اقول I have been learning English for 2 years، انا دلوقتي بقى بتعلم انجليش ادي لي سنتين. She has been playing the violin since she was 5 years old، ده بالنسبة لإيه؟ للـ present perfect continuous. دايما طبعا تاخد بالك هنا طبعا بيجي مع all day، all ايه day و since و for. زي لما اقول she has been cleaning yes for 2 hours now، او لما اقول طبعا we have been driving since 5 o'clock، او لما اقول طبعا it hasn't stopped raining since this morning. All day هنا معناها طبعا it has been raining all day، all ايه day. تعال نشوف بعد كده طبعا الفرق بين present perfect continuous وال present perfect ايه العادي. طبعا ال present perfect simple بيتكون من have او has plus ال PP اللي هو ال past participle اللي هو التصريف الثالث للفعل. احنا عرفنا طبعا الاستخدامات بتاع الـ present perfect continuous. لما اقول طبعا توم توم has been watching TV for an hour، هنا still in progress. still in progress يعني مازال حدثي مستمر، اوكي. لكن لما اقول هنا توم has finished his homework، ده هنا حاجة اسمها completed action، يعني خلاص الحدث تم وانتهى، تم وايه وانتهى. وعرفنا الفرق بين الحدثين او الزمانين هنا، التكوين بتاعهم have او has been plus verb plus ing، هنا have او has plus be be. تعالوا نشوف مع بعضينا كده questions، أول جزء مع بعضينا. طبعا هنا ال grammar practice shows number 1، بيقول لي أول حاجة هنا touch I my finger، طبعا هنا يعتبر completed action، فنختار هنا طبعا have burned، have a burned. في question number 2 Maria be learning the piano for a month، طبعا انا عندي هنا been والverb ing، يبقى ماريا بتاخد مين هنا؟ بتاخد has، يبقى ماريا has been learning the piano for a month. question number 3 I this car for 11 years، يعني بيقول لي هنا طبعا ان انا عندي العربية دي قد كام؟ 11 سنة yes. فأنا طبعا نختار هنا I have had، I have a had. في question number 4 you finished that book yet، طبعا بتيجي هنا مع yet اللي هي haven't، يبقى haven't you finished، بتيجي طبعا مع السؤال المنفي اللي هي ايه yet، او الجملة ايه المنفية. في question number 5 it 4 days will it ever stop، will it ever stop، طبعا هنا نقول له it has been raining، it has been a raining. question number 6 the sun has been all day، عشان طبعا all day هنا هجيب طبعا shining مع has been verb plus ing. في question number 7 how long CDs so sorry how CDs have you listened to so far، طبعا هنا عدت هنا CDs، فانا اخترت طبعا how many CDs، how many CDs. question number 8 how have you been listening to this CD،
يبقى هنا طبعا عايز المدة اللي استمع للسي دي قد ايه، يبقى how long، هو ايه long. Question number 9: They are angry they for ages. طبعا هنا بيقول لك ان هم مستنيين اديلهم فترة، فهنختار هنا طبعا have been waiting for ages، يعني بقالهم مستنيين اعوام. يعني تينا 6 books so far، طبعا هنا تينا قرأت 6 كتب، فنختار هنا has read completed action. completed ايه action. في question number 11: David in a band since 2001. 2001 يبقى هنا طبعا هني has been playing. has been a playing. في question number 12: we current for years. طبعا احنا بنعرف current لمدة سنوات، يبقى we have known. we have a known. في question number 13: she on the phone for an hour. يبقى هنا she has been talking on the phone، يعني هي بتتكلم في التليفون بقالها كده ايه ساعة. في question number 14: I have 3 of my friends this morning. طبعا هنا I have met، اجيب التصريف التالت هنا past participle، يبقى I have met. The question number 15: sorry we are late, how long you been waiting for us. طبعا how long have you you been waiting. The question number 16: there is a new film at the cinema at yeah. طبعا هيسأله هنا يقول له هل انت شفته، يبقى have you seen it. have you seen it. Question number 17: I'm tired I 14 hours. طبعا هنا time in progress او action in progress، فأقول له I have been working 14 hours. في question number 18: how long like the streets are flooded. يبقى how long has it been raining، بقالها قد ايه بتمطر لان الشوارع بقت ايه فيضانات. في question number 19: look someone that window. طبعا هنقول له هنا has broken. has broken يعني كسر الشباك. ده completed action، حدث تم. my brother is hard worker he is room for 2 hours now. عشان now هنا هنختار طبعا has been cleaning. has been a cleaning. في question number 21: he looks terribly tired. what yeah هو كان بيعمل ايه؟ يبقى نقول له هنا has he been dying yes all night. what has he been dying كان بيعمل ايه الليل كله. question number 22 بيقول له هنا number 22: I have been studying for the test. I got up this morning. دي قاعدة هنا بتحط قبلها present perfect continuous أو present perfect simple، وبعد كده بتجيب بعديها got up أو I was born أو I was sick. المهم بتحط بعديها past simple، ودي هي since أهو. في question number 23: I this lesson very well. طبعا أنا فهمت الدرس ده كويس، فتقول له I have understood this lesson very well. Question number 24: Jack took gold in this game. طبعا هنا Jack has scored يعني أحرز هنا هدفين في الماتش ده. The completed action. في question number 25: Don't you remember me? Yes I do, but I have your name. طبعا هنا يقول له I have forgotten يعني أنا نسيت اسمك. هنا طبعا هي completed action. question number 26: where is my mobile phone. فين الفون بتاعي. I have been looking for it. طبعا هنا بيقول انا بدور عليه، هيختار هنا طبعا all morning. all ايه morning هي الوحيدة اللي بتيجي مع ال present perfect continuous. في question number 27: what's wrong with you? you have there for 20 minutes. you have sitting. sorry.
So you have been sitting. You have been ايه sitting. لأن لو اخترنا sitting هنا تبقى ناقصة، لازم have و been و plus verb ing. في question number 28 great I have all my homework. Now I can watch TV. طبعا هنا I have done. I have done هنا completed action، هو خلص الواجب بتاعه. في question number 29 she is a waffle. هي طبعا awful يعني كريهة أو مش كويسة. She talking about herself all evening. طبعا هنا نقول له she has been talking يعني بتتكلم عن نفسها الليل كله. في question number 30 they a new house and they are really proud of it. Yes هم اشتروا طبعا بيت، يبقى نقول له they have bought. They have bought. في 31 where have you been؟ كنت فين؟ قال له I here for more than an hour. قال له هنا I have been waiting for an hour، يعني أنا منتظر هنا دي لي ساعة. في question number 32 David has been playing in this band 2001. طبعا since بيجي بعدها ايه رقم أو تاريخ. question number 33 how long Maria yeah طبعا هنا اقول how long have you known Maria، بالك قد ايه تعرف ماريا. في question 34 5 exercises now I am quite ready for the exam. طبعا هنا completed action فهتقول له I have done. I have done يعني انا كده عملت 5 exercises امتحانات وانا جاهز للامتحان، فده completed action. 35 I for 2 hours my eyes really hurt. My eyes hurt. طبعا هنا تقول I have read. I have read يعني أنا قريت. هنا عشان طبعا خاطر for 2 hours هو أني طبعا تعبته من كتر القراءة، فبيقول I have been reading. I have been reading يعني هنا بالوقتي بقالي بذاكر أو بقرا حوالي عن ساعتين. my eyes really hurt يعني عينيا ايه وجعتني، فطبعا ده احنا نعتبره ايه action in progress يعني ايه الحدث مازال مستمر. تعال نعمل مع بعضينا كده اسئلة الرايت نحلها مع بعضينا. في question number 1 بيقول لي number 1 Philip has been living in London 14 years. هل استخدم since؟ طبعا هقول له Philip عادي. Philip okay has been living in London in a London yes. واكمل بقى هنا اشيل 4 واحط مكانها مين سنس، واعمل حسبة بسيطة جدا. انا طبعا عايش في سنة كام 2022 yes 2022 هاجي اعمل لها ماينس كده من الرقم اللي اداهولي اللي هو 10 يس هتديني طبعا هنا ايه هتديني هنا ايه يس 2011 او 12 2012 تمام. اجي كاتبها طبعا قدام الرقم ده بالظبط اهو يبقى 2012 وقفل جملتي. question بعد كده بيقول I have been working really hard 14 days now. هل استخدم how long؟ تعمل حاجة بسيطة كده تيجي شاطب كده هي الفترة اللي هي قضاها وتقول له هنا ايه السؤال بتاعك how long have والاي تتحول الى you وبعد كده تحط been يبقى how long have you been working working اهو really
working really. Yes. Hard. ولو عايز ما تحطش ريال هارد عادي، يعني ممكن تقول له ايه how long have you been working. Yes. تعال نشوف question number 3. بيقول لي هنا في number 3 have you been waiting for a long time. هل استخدم how long، how ايه long زيها بالظبط. نقول له how long have you been waiting. قاعدة، احنا ماشيين على قاعدة على فكرة، ان انت بتحط بعد how long yes بتحط هاف او هاز، وبعد كده الفاعل السبجكت، وبعد كده بين والفيرب بلس اي ان جي. في كويستشن نمبر 4 بيقول has he been cleaning his car all day. هل استخدم since، استخدم ايه since. اوكي طبعا هنا اقول له لو حطها في نفس السؤال هقول له ايه، هنا هقول له has he، لو انا هعملها سؤال هقول له has he been cleaning his car all since morning. since morning يعني منذ الصباح. ونقفل طبعا السؤال بكويشن مارك. يس كويشن نمبر 5 هنا we started this since nice game 2 hours ago. هل استخدم for 2 hours. طبعا هنا هنقول له we بتاخد half، وبعد كده نقول له we have been playing، ونقول له بس nice game أو this nice game، ونكمل بقى for 2 hours. 2 hours بقالنا كده ايه ساعتين. number 6 I have been waiting for about 20 minutes. هل استخدم how long. طبعا انت بتشيل المدة اللي هي for about 20 minutes، وتبدأ السؤال how long have you been waiting. اوكي ونيجي قافليني السؤال. اللي بعد كده question number 7 question number 7 بيقول لي she has been playing the clarinet for 10 years. هل استخدم since، استخدم ايه since. طبعا زي ما علمتك بالظبط هتعمل ايه، هنا هتيجي عامل جملتك عادي جدا yes، وتقول له ايه بقى، هتقول له she has yes، تكتب جملتك عادي she has been playing the clarinet، واشيل for واحط مكانها mean since yeah، واطرح بقى 10 years من 2020 to اللي انا عملتها، يدينا طبعا ايه yes زي ما انا عملتها بالظبط 2012 yes. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده question number 8 I need an answer to my question. استخدم could you، هتقول له هنا could you give me، could you give me، تقول له could you give me an answer to my question، to my questions، وتيجي قافل ايه سؤالك. تعال نشوف اللي بعد كده number 9 we started studying an hour ago. استخدم we have been. اوكي يبقى نقول له we have been yes studying، احنا بقالنا دلوقتي بنذاكر
جاز وهنا طبعا بتحط ايه 4 ان اور 4 ان اور 4 ان اور يعني مدة ساعة. طبعا ده كل الكلام اللي كان موجود معانا على اليونت، شرحنا فيها كل حاجة طبعا الفوكاب والجرامر وحلينا طبعا اكسرسايزز. اتمنى ان احنا نكون استفدنا. ثانك يو، جود باي.